طبعا الربيع بدأ زي ما انت شايف كل متطلبات الربيع بدأت تتعرض للسوق. هنا مش هتشوف نحل لان احنا هنا في يوتا جو بارد شوية، النحل ما بيجيش هنا كتير، بس ممكن تشوف نحل دلوقتي. زي ما انت شايف كل متطلبات الربيع بدأت تعرض. وبعدين عليها بتقولي الشجرة البيضة دي ما كانتش بيضة بالليل، قمنا الصبح لقيناها بيضة. هل ممكن الشجرة دي تطلع أزهار في خلال ساعتين؟ يعني انت نايم بالليل الشجرة ما عليهاش حاجة، قمت الصبح لقيت الشجرة مطلعة أزهار. الحكاية دي بتلاقيها نتيجة البذور بتاعت الشجرة بتنفجر مرة واحدة زي كده مثلا، ادي زي ما انت شايف بذور اهي، بس ممكن مرة واحدة زي دول مثلا مرة واحدة ممكن تفتح وتطلع لك أزهار مرة واحدة. مرة واحدة يعني انت نايم بالليل مفيش أزهار، قمت الصبح في أزهار. حاجة شوية محيرة يعني، اللي خلى الأزهار تطلع مرة واحدة؟ كام الطوبة دي؟ الطوبة الواحدة بخمسة 58 سنت، الدولار فيه 100 سنت، والطوبة دي بمية، بالدولار 97 سنت، والطوبة دي بالدولار 93 سنت، ودي بالدولار 67 سنت. ايه الفرق بين دي ودي؟ الفرق في الوزن. ودي بدولار 9.37 سنت، ودي دي 67 والظاهر هي بدولار وشوية. ده الطوب بتاع عشان تعمل بيه الجناين بتاعتك. وده كل ده انواع الايه؟ السماد او الحاجات اللي انت مش لازم سماد، هو تربه في منه بشاره خشب، وفي منه طين، وفي منه اورجانيك، وفي بكتيريا، وفي منه رمله، وفي يعني كل الالوان. زي ما انت شايف بص اللون اللي هناك، واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه، كل ده انواع سماد. السماد تربه تزرع فيها النباتات. اللي مخلي دي غاليه شويه دي 3 دولار، 3 وشويه، ودي بأربعة دولار وثلاثة وأربعين سنت. وكل ده ما هو إلا الصخور بتاعة الجبل، يجيبها ويكسرها ويعمل منها ال ال البلاط. طب دي ليه رخيصة دي؟ معرفش. ودي رخيصة برضه عشان تعمل بيها الأرضية وتزرع بيها الزرع. زي ما احنا ماشيين اهو، ادي كل شكارة من دول ليها سعر. اقصى سعر كام؟ 9 دولار و96 سنت، واقل سعر 2 دولار و22 اللي هو بشارة الخشب الحمراء. وده الزلط، هل ده زلط؟ زلطة مكتوب عليه بي بذل، ده زلط. كل دي انواع زلط، انواع زلط بالوان مختلفة، كل ده زلط حصى يعني. كل ده زلط زي ما انت شايف عشان تعمل بالطرقة. هنا في شمال يوتا مدينة اسمها
اسمها ايه؟ اسمها بيري، بيريوت. زي ما انت شايف الجو جميل والتلج بدا يسيح، في شويه تلج فوقهم بس الهواء جميل للغايه. والمكان اللي هناك ده كنت انا صورته اثناء الوباء اللي هو بتاع مكتوب عليه بيك، ده بتاع جيمناستكس اللي هو جمباز وحفلات عيد الميلاد والترفيه، كل الحاجات اللي فيها فراغ كده، الترفيه والبري سكول والاطفال الصغيرين، كل دول مساكين اتخربت مع كورونا.